السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. أسرار الحياة بيجيب لكم كل سر جديد وكل حاجات جميلة. طبعا أنا مش هعرف موضوع حلقتي، بسيبه للأستاذة هند، الأستاذة الجميلة والإعلامية المتميزة. صباح الخير يا أستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة إيه، احكي لنا بقى الدنيا. على سر النهاردة. والله طبعا ارحب بالساده المشاهدين، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. وحلقتنا النهارده مختلفه جدا. النهارده الحلقه بتاعتنا هتتكلم ازاي هتفرشي بيتك باقل التكاليف وحاجات بسيطه جدا. زمان كنا الاول في اي بيت عروسه كنا بنحتار ازاي احنا هنفرش، ازاي هنفرش في يوم ولا اتنين، وخالته هتيجي وعمته هتيجي. لكن بصراحه النهارده احنا جايبين سر حلو جدا، معانا فريق كبير هيقعدك كده ويقول لك انا هفرش البيت بتاع حضرتك باقل التكاليف مع المجهود جبار وفريق عمل ممتاز. هتفرشي بيتك بالذوق اللي انت حباه، بالحاجه اللي انت عايزاها. زمان لما كنا بنفرش بيتنا لا الحاجه دي مش حلوه، المكان ده انا عايزاه يتحط هنا، لكن كل ده سيبيه لفريق جبار جدا اسمه فريق ابو اسيل. اهلا وسهلا بحضرتك يا ابو أهلاً اسيل. اهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك يا استاذ؟ ايه الجمال والحلاوه دي بقى؟ قبل ما نتكلم عن اللي عامل حضرتك، عايزين حضرتك بس تعرف نفسك للساده المشاهدين اكتر. الاسم فوزي، ابو اسيل ده اسمه الشهره، 37 سنه، أنا وسامي متزوج وعندي بنتين. بعمل انا من المنصوره اصلا، يعتبر بشتغل في اكبر مؤسسه في المنصوره كلها، والحمد لله انا بفتخر بيها، مؤسسه الرملاوي، الدنيا كلها عارفاها. طبيعه عملي من 20 سنه شغال ادوات منزليه، انتيكات، تحف، ومن المجال ده جت لي الفكره نفسها. جميل. طب ايه بقى الفكره؟ عايزين نعرف. هي الفكره بدات ان انا مثلا مجاملات اختي، خالتي، بنت خالتي، بنت عمتي، حابه ان هي تفرش مثلا شقتها، فانا كنت بتطوع ان انا مثلا بفرش نيش، بفرش البوفيه، الحاجات اللي هي الصغيره دي. فاللي كان بيشوف الشغل كان بيعجبه، بس كان الموضوع ما كانش موضوع ان هو كشغل حضرتك او اللي بتفرشه بنفسك. ما كانش الموضوع ان هو موضوع شغل او موضوع مادي عموما يعني. فكان حاجه انت حاببها، بالظبط حاجه حاببها عايز تعملها. بالظبط، لان انا اصلا بطبيعتي بحب الترتيب، بحب النظام، بحب تنظيف الحاجه، الحاجه مثلا مش مظبوطه بظبطها. تمام. بخلاف ان في طبيعه شغلي اصلا يعني انا مثلا بيبقى في باترينه بتتظبط، رف بتعمل في شغل ايا كان، فبيبقى طبيعي في واحده في واحده لحد ما حبيت الفكره نفسها. طيب فكره ابو اسيل يا هند، افرحوا انتوا بس وسيبوا لنا احنا الشغل. وسيبوا لنا. كنا زمان كنا فعلا بناخد مجهود كبير علشان نفرش شقه عروسه في كل حاجه. تمام. ويا ريت بعد كده ان النظام بيعجب. النظام بيعجب. لا، وفي ناس دلوقتي تقول لك ايه، لا انا اروح مثلا انا والعروسه وعدد معين، انه بيخافوا من الحسد، حاجب بنت كتيره. بالزبط. فمش هينفع طبعا اللي انا اخد كل دول، الدنيا تبوظ. تمام. طيب انا عايز اعرف منك بقى، انت بدات امتى ومين اللي شجعك على الموضوع ده؟ هو كبدايه يعني بالنسبه للكراسي نيش او شغل، انت كلام مثلا من 10 12 سنه. والله بس ايه، انت مش حاطه في دماغك ان هي ممكن يبقى مجال لشغل فيما بعد. فاللي كان بيشوف شغل ما شاء الله تمام، طب لا احنا بيكلموا لنا خليه يجي يعمل لنا الشغل. فاللي شاف بدات واحده واحده، بدات الفكره تنتشر على النت، فانا حبيت ان انا اطورها واكبرها. اكيد. الاول بالنسبه للتشجيع، يعني انا الفضل الاول والاخير يعني لناس كتير، اولهم عند ربنا، والدي ووالدتي الحمد لله بركة دعائهم ان انا وصلت للمكان اللي انا موجود قاعد فيه دلوقتي. طبعا ده اهم حاجه يعني في الموضوع كله. طبعا. ربنا يا رب يديهم الصحه ويخلي اهالينا كلهم. في موجود زوجتي، يعتبر برضه هي صاحبه، برضه فضل كبير عليا ان هي تشجعني في الفكره نفسها وتطورها. خليك تستمر في الموضوع ده. ليه انت ما تستفادش بالمجال اللي انت شغال فيه، تطوره حتى لو هتبدا بجزء بسيط في التكلفه، بعد كده الناس هتطلبك. اكيد. بس طبعا. الفكره يا ابو سيره برضه صعبه شويه. هي صعبه لان انت تعمل على الحاجه العميل عايزها او العروسه عايزها على دماغ العروسه. تمام. وبالنسبه لجزئيه النيش كمان، انت صعب ان يعني مش اي حد بتجيب له مثلا النيش. تقول لي بص لي النيش ده اقل طقم كاسات النهارده مثلا بتتكلمي في 1000 1500 جنيه. طبعا. اكيد طبعا. فانا عشان اللي بيبقى مادد ايده في الجزئيه دي واطلع الحاجه بالشكل الجمالي، انا بتبقى ايدي جوه كان انا بمسك ملقاط خبير، بحيث ان انت لو جت يمين شمال ممكن تاخد الرف وتنزل. اكيد طبعا. بخلاف ان انت في الاخر انت عايزه الحاجه نفسها تطلع احسن ما انت عايزه. يعني مش العروسه هي اللي بتجيب لها نظام كامل وتقول لها اتفرجي على الديكور واختاري. لا، هي العروسه الطبيعي ان هي بتجيب حاجتها كلها. لا، الفكره الديكور، انت عامل ديكورات كتير قبل كده، يعني عامل ستايلات توريها. توريها مثلا عايزه النيش شكله كده شكله كده شكله كده. لا، هي كل عروسه اولا بتجيب حاجه مختلفه عن العروسه اللي قبلها. أكيد. فانت بتشوفي حاجتها كلها، ممكن بتكون جايبه الحاجه متكرره منها مرتين ثلاثه، فانت بتشوفي انت بقى بتسيستمها في مخك. وبتبدا بقى تنظم على اساس كده. في نفس الوقت انت مش عايزه تبقى الحاجه كلها زحمه، وفي نفس الوقت مش عايزه الدنيا تبقى فاضيه.
بحيث ان اللي بيتفرج ده النيش عندك فاضي وانت جايبه لا حاجات ده كتير. ده موال النيش ده لوحده موال اصلا. طقم الفناجيل فين؟ طقم الشاي فين؟ مع العلم كمان ان انا ممكن بعد ما ابص الراجل فانا انزله تاني وارجع اعيد رصه من تاني بحيث ان انا عايزه في الاخر يطلع احسن ما انت عايزه كمان. بالرغم من المجهود اللي حصل ده عادي لازم تنزله تاني وتفرشه. ما بتفرقش معايا بس انا في الاخر ان ما حدش يطلع غلطه في الشغل بتاعي. اكيد فريق حضرتك طبعا كله بنات. ده بالنسبه لجزء النيش. انما بقى بقيه الشغل نفسه بقى بدا يتطور. بدات في ناس بتطلب مثلا طب انا ما فيش عندك حد ان هو ممكن مثلا يرص دولاب بتاع تمام. بدات الفكره بدات اشوف ناس اقارن شغل ما بين شغل لحد الحمد لله النهارده معايا مش عايز اقول احسن فريق في مصر كلها. طب احنا ممكن نتفرج على الصور والشغل حضرتك؟ يا ريت بس تعرضوا لي الصور. اتفضل يا حنين هتطرد. وبرضه عشان ما انساش برضه في فضل كبير للمكان برضه اللي انا موجود فيه للتيم بتاعي كله. اكيد طبعا الناس اللي موجوده والناس اللي قبل كده كمان والناس اللي كمان هتزيد معايا. المنظر يعني شكله جميل جدا ومنسق بصراحه. شغل جميل جدا طبعا. طبعا تسلم يا رب. ربنا بصي منظر النيش حضرتك اللي بتشرف على النظام ده ببقى انا اللي موجود ولو انا مش موجود بيبقى في كابتن موجود مثلا مع الفريق بتاع البنات. يعني كل فريق وليه الكابتن بتاعه. بالظبط. كم فرد في كل المحافظات؟ كم فرد يا ابو اسيل؟ عدد الافراد بيرجع على حسب ما العروسه عايزه. ممكن بتبقى في انا متاح بالنسبه لي ممكن في عروسه تقول لي انا عايزه مقدرتي على قد دولابين ولا ماشي. في عروسه مثلا تقول لي انا عايزه اعمل حاجتين ثلاثة. يعني مش شرط تروحوا الشقة تفرشوها كلها. لا لا لا. على حسب ما العروسة عايزة مقدرتها. يعني في ناس شغالة في المجال اشترط ان انا لازم اجيب لك الشقة كلها. طب انت افرض ان مقدرتك ما معكيش ان انت تفرش الشقة كلها. فبرضه على حسب العدد على حسب الحاجة اللي هتتفرش. تمام. دلوقتي حضرتك بتاخده قد ايه؟ دلوقتي الفرش بالنسبة لوقتنا انا في كل الاحوال الشغل كله بيخلص في يوم واحد. يوم واحد بس. ممكن يبقى يومين في حاله رغبه العروسه. في عروسه مثلا انا عايز اعمل نص الشقه مثلا دلوقتي والنص الثاني اللي هو التفنيش الاخير بالسجاد بدل الديكورات مثلا قبل الحنه بيوم بيومين اللي هو ايه ما حدش يخش الشقه ثاني. وممكن بخلص لها القصه دي مثلا قبل الشقه قبل الفرح مثلا باسبوع. ودي اقل يعني بتبقى انسب فتره ان انت ممكن تقفلي فيها شقه. قبل الفرح بخمس ايام خلاص اشغلي نفسك بقى بالحنه بالكوافير بالفرح بالفستان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام. منور يا ابو اسيل. منورك. ايه رايك في حضرتك في الشغل يا ابو اسيل؟ تمام ما شاء الله. يعني فريق محترم وفريق فرش محترم جدا وبني ادم محترم جدا. تسلم يا وليه مصداقيته من زمان قوي والناس كلها بتحترمه وتعترف بكده. كلمينا بقى بتفرشوا ازاي يا كابتن؟ بصي الفرش ده كل عروسه لها نظام. تمام. وكل عروسه لها اصول فرش. يعني مثلا في عروسه بتبقى جايبه كميات كتيره جدا وخامات بتبقى يعني محتاجه انها تظهر كلها. فاحنا بنحاول نعمل على الرينج ده نخرج لها اجمل ما في الحاجه. وفي عروسه تانية بتبقى جايبه حاجات بسيطه بنحاول ان احنا برضو نفرحها بحاجتها ونبينها لها قدام عينها وقدام قرايبها واهل العريس كويسه وكتيره. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. من الناس القديمه معايا المحترمه جدا يعني طبعا اكيد مخلصين في اعمالهم مخلصين في كل حاجه يعني ممكن ابخس بحقها وما تقلش برضه عن بقيه الناس اللي كانت نفسها ان هي تخش برضه في حضرتك بقى وانت بتفرشي اكنك بقى بتفرشي اكن لبنتك بتطلعي لها احلى شغل. طبعا 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 والله ربنا يعلم الواحد بيبقى فرحان جدا بالحاجه. انا ما عنديش بنات بس كل عروسه فرشت لها بنتي. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. متشكرين جدا لحضرتك يا استاذ ابو اسيل. حاليا طبعا في عروسه ممكن يعني ترتب لها الشقه والنيش وكله تقول لك لا مش عاجبني النظام. تمام. بتغير من تاني ولا ايه النظام؟ لا انا اقول لها سيبيني اشتغل براحتي انا كده كده انا ممكن اقول تقولي لي اشيل دي احط دي خلاص انا هاخد فلوس وهمشي. فانا عايز احلل القرش اللي انا واخده البلد يعني. فالطبيعي انا بقول لك لا سيبيني اخلص شغلي في الاخر ولو ليك اي تعديل بسيط ممكن بنقرب وجهات النظر. لا ده انا الطقم ده انا ما كنتش حباه انا كنت عايز احط طقم تاني. طب ماشي انا هشيل لك الطقم ده وجربي. بتجرب الشكل والله ممكن بنتوافق ممكن يطلع رايها هو فعلا اللي صح مثلا في تناسق الوان في حاجه. بس في الاول وفي الاخر انا اللي يهمني اطلع لك حاجتك لان انا بفرشها مش شغل وماشي. انا بفرش الحاجه دي كانها بفرشها في بيتي. جميل. في وشك طبعا. بالظبط. يعني ما حصلش موقف اللي هي افرش لها العفش وافرش كل حاجه في الاخر تقول لي لا مش عاجبني النظام.
لا ما انا بقول لك ممكن يكون الذوق في حاجه بسيطه، ده يعني طبيعي. بتحصل حاجات بسيطة مش كل الحاجات. انما ما بتوصلش لمرحله ان الشغل مش عاجبني، لان كده كده اصلا انت بتكلميني انا باجي بشوف الشغل، الشغل تمام على الطبيعه غير الصور. لا هو شغل حضرتك بسم لا الله ما شاء الله، بسم يعني الله ما شاء الله ده بيبقى معروض على الشاشه، هو فعلا جميل حاجة يعني، ممتازة جدا. ده المطبخ ده يعني بسم الله ما شاء الله، ده المطبخ ده بيقعد ساعات عشان تمام. يطلعه بطريقة هو كويسة بيقول لك يوم واحد و والكل بيخ يعني وقت. وبعدين انا ممكن يعني بفضل الله ممكن في التوقيت اللي احنا مثلا بنتكلم فيه ممكن ببقى في 3 عرايس في 3 محافظات مختلفة. كنا لسه نتكلم عن موضوع المحافظات، ليك بقى ناس في كل محافظة؟ يعتبر انا بحاول على قد ما بقدر بغطي المحافظات كلها تمام. طب احنا معانا اتصال تاني لحاجة ام خالد من اسكندرية. الو، ايوه السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام، وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذة هند، عاملة ايه؟ اهلا وسهلا وسهلا بك يا بحضرتك يا استاذ. فندم، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. معاك يا ابو اسيل. ابو اسيل كتر الف خيره، بصراحة جالنا من حوالي اسبوعين كده اسكندرية، بصراحة كان جاي يفرش لبنتي، بصراحة وفر عليا كتير قوي. ايه ده؟ ايه رأي حضرتك في ايه رأي حضرتك بأمانة؟ لا والله فرش تحفة تحفة، وبعدين هو والفريق بتاعه ما شاء الله عليهم، تسلمي يا رب. يعني ما شاء الله عليهم، يعني طولوا بالهم معانا قوي، وكذا مرة نقول لهم غيروا الأشكال فبيغيروا، كان بصراحة في منتهى منتهى الذوق، منتهى الجمال. لا جدا وهم كمان يعتبروا احنا رحنا لهم يعني مش ناس يعني احنا ممكن اول مره نتعامل معاهم، بس تحس ان هم اهلنا. لا ده يعني الاسكندرانيه فوق دماغنا واذواقهم عاليه جدا. طبعا حضرتك احسن يا حضرتك، ربنا قلب يخليك حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. والله لا ابو اسيل ما شاء الله الفريق بتاعه كمان ما شاء الله، فرشوا الشقه كلها وريحونا من حاجات كتير، هو يعني خلوا الفرحه عليكم تحفه. بس يا حاج خليكم تفرحوا جدا وهم اشتغلوا. جدا جدا، هم كمان يعني اسلوبهم كمان وطريقتهم ناس زي العسل بصراحه، حسيناهم ان هم مننا يعني ما شاء سلام الله. يا رب، ربنا شاء يخليك. والله البنات في منتهى الادب بصراحه اللي معاه، والامانه اهم حاجه، الامانه ما شاء الله على الامانه. طبعا ده اهم حاجه، اهم دي حاجه اساس الشغل، الامانه في كل حاجه، في الشغل وفي في كل حاجه. جدا دي شهاده نعتز جدا، بيها. يعني فكره ان راجل يجي مع فريق بنات كده يفرش كمان، بتبقى يعني مش كله بيتقبلها، بس بصراحه من كتر الاحترام بتاع ابو اسيل والفريق اللي معاه، سلام يا رب. يعني مش هقول لحضرتك، كان يعني احنا كنا في منتهى السعاده وهم موجودين معانا. الحمد لله الحمد لله. تسلم يا وبعدين كانت بنتي متعبه شويه كمان، تعبتهم والله. اهو ما هو بيهز دماغه هو يعني فعلا، كان عندهم هو بيهز دماغه يعني هو تعب بما فيه الكفايه. لا بس ما والله شاء الله يعني جدا. تعب برضا كمان يعني، بس كان يهمنا الحاجه ما شاء الله كانت طلعت يعني كفايه. ده بتخش كل بيت بتفرحه، دي الحمد مهمه لله، دي جدا، نعمه من عند ربنا، دخلتك دخلت فرحه، يعني دي نعمة. انت رايح تفرح الناس. تمام تمام تسلمي يا رب. جدا ما شاء الله، هو يا رب يكون فاكرنا بقى. طبعا طبعا فاكرك يا استاذه، اكيد طبعا. شرفنا اسكندريه من حوالي اسبوعين كده. تسلمي ان شاء الله، ان شاء الله يشرفكم تاني باذن الله يا رب. استاذه ابو اسيل، طبعا من ضمن الصور اللي حضرتك بعتها لنا انا شفت خامات وحاجات بتتحط، زي حاجات تتحط على الباب، حاجات بتتحط على النيش، الخامات دي حضرتك انت اللي بتجيبها ولا حد من هي اهل الخامات العروسه؟ بالنسبه للفوط او الدواليب او الملايات او حاجه زي كده لازم بتستخدمي فيها خامات، ان انت بتظبطي الرصه بتاعتك. الخامات دي كلها بتبقى ستان، يعني انا حتى يمكن في مجالي بشتغل بالخامه الكويسه اللي بتديكي قيمه للحاجه اللي انت جايبها. اكيد ممكن بقلل في التكلفه عشان اجيب مثلا حاجات مبشوش عليها جليتر او حاجه زي كده، بس ده بيضيع الشغل. فانا الطبيعي انا الشغل كله بيبقى ستان، فانا تيسيرا على العروسه انا اللي بجيب الشغل كله بدرجات الوانه، الحاجه اللي بتمشي معاكي. بدل ما اقول لك مثلا هاتي بتكلفه قد 100 200 300، انت هتجيب الضعف، لان انا بجيب كميات وفي نفس الوقت جملة. بتبقى سعر الجمله وفي نفس الوقت بجيب كل درجات الالوان اللي انا اشتغل بيها هو وبوفر عليكي. صحيح يا هند، ما بتعبش حد، بيجيب كل شغله معاه. بالظبط، بوفر عليكي تعب ان انت بتلفي وتروحي وتيجي، ممكن بعد ما تجيب الحاجه اقول لك لا ده مش هتنفع معايا، هتضطري ان عارف انت الشغل تشتغلي. عارف الخامات بالظبط، وبرضه تبقى بالنسبه لك اختياري، انا بقول لك مثلا انا هجيب لك الحاجه انت عايزه تجيبي حاجتك، برضه ما فيش مشكله بالنسبه لي. طب يا ابو اسيل، كل محافظه بتختلف عن التانيه والشغل بتاعها بياخد وقت ولا كل طبعا واحد؟ طبعا يعني في محافظات مثلا زي دمنهور او البحيره ما شاء الله بيجيبوا اعداد رهيبه. ده فعلا بيجيبوا لا اعداد رهيبه وحاجات بتبقى كتير ازيد من العدد، بس هو العاده بتبقى كده، يعني مثلا ممكن تلاقي في عروسه جايبه 200 طقم سرير، في عروسه بيكون جايبه 300 فوطه،
ما شاء الله يعني ما شاء الله. بس هما ده العادي بتاعهم من محافظه لمحافظه في القاهره او في المحافظات التانية، لان المساحات بقت صغيره وفي نفس الوقت التكلفه بقت عاليه، فعلى قد ما بيقدروا ان انا مثلا يبقى عادات وتقاليد عندهم كل وده الاحسن. يعني انت اللي خليكي مثلا اروح اجيب 100 فوطه، طب ما انا ممكن اجيب 20 او 30 بنفس قيمه ال 100 فوطه. أيوة. حاجه تبقى قيمه، حاجه تبقى غاليه. احنا حضرتك فيديو حاليا بيتعرض لشغل حضرتك. لا هو شغل ابو اسيل، شغل عليه جدا جدا، حاجه بسم الله ما شاء الله عليها يعني. ربنا يبارك لك يا رب. استاذ ابو اسيل، وقت ومجهود يا ابو اسيل كل ده برضه. بس بصي، طالما في روح فريق شغاله انت بتعملي الحاجه بمزاج. بس طبعا بصي يا استاذه ايه، ما دام هو داخل هتلاقي الفرح هنا، هتلاقي ام العروسه ام العريس الاخوات هيشجعوكي، زغروطه من هنا زغروطه، فبيخلوك انت داخله المكان فيه فرح. وبعدين يعني انت اي مكان بتخشيه لازم تعتبر ان المكان ده بتاعك. لا لو اعتبرتي ان انا جاي اعمل شغل، شغله وخلاص، مش هتطلع فيه احسن. هشتغل بس مش هشتغل بمزاج زي ما بيقولوا. انا ممكن مثلا طبيعه شغلي ممكن اخلص في ساعتين ثلاثه، لا انا ممكن اخلص في اربع ساعات خمس ساعات، ما يهمنيش الوقت، بس في الاخر اطلع بالشغل اللي انا عايزه. وفي نفس الوقت برضو على قد المده اللي انا قلت لحضرتك عليها، اللي هي في خلال نص يوم بكون مخلص شغل. يعني احنا يومنا بيبدا مثلا بالنسبه للبنات عشان بتسافر محافظات، ممكن البنات بينزلوا من بيوتهم الساعه 5 6. هنقطع حضرتك مره ثانيه، ومعانا اتصال من فاطمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه يا استاذه؟ تمام الحمد لله. عايزين بقى نعرف حضرتك من زمان. تسلمي لي يا رب. عايزين بس نعرف وجهه نظرك في شغل ابو اسيل. لا ابو اسيل بسم الله ما شاء الله، هو جاء فرش عندنا في الصعيد. الله اكبر. الفريق بتاعه الصعيد بقى، الصعيد بقى بس البنات اللي بحر. جميل جميل. ايه رأي حضرتك في الشغل؟ لا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه فوق الوصف. جميل جدا. ما تعبكمش ولا حاجه؟ دي حاجه. لا لا ما تعبناش، هم جم ثلاث بنات ما شاء الله عليهم وخلصوا في نفس اليوم. ثلاث بنات وخلصوا شقه في حلقه في نفس اليوم، ده حاجه كويسه جدا. ما شاء الله عليهم ما شاء الله، ده احنا بنبقى فريق كامل وما بيخلصش اصلا. لا لا ده ما شاء الله، يعني فريق ابو اسيل فريق محترم، وجايين عندنا باذن الله في محافظه اسيوط برضو في شهر 12. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تسلمي يا استاذه، شرفتينا. شرفتيني يا حبيبتي. استاذ ابو اسيل، كل محافظه بقى ليها تكلفه ولا هي التكلفه واحده؟ هي التكلفه بتبقى واحده، بس الصعيد بيبقى تكلفه زياده شويه، لان ما بيبقاش مجهود شغل يوم واحد بس. بيبقى في يوم سفر قبلها بيوم، في يوم شغل، في يوم شغل، في يوم للناس وهي راجعه، بخلاف تكاليف السفر نفسها بتزيد. فطبيعي ان المحافظات كلها بالنسبه لنا ما بتفرقش في حاجه، يعني الحمد لله ممكن في اشتغلت في الشرقيه، في دمياط، بورسعيد، القاهره، الجيزه، بتروحوا عادي ومفيش اي مشاكل. مفيش اي مشكله، التكلفه واحده. يعني بالنسبه لنا ابعد مشوار بالنسبه للتكلفه العاديه ممكن البدرشين، الجيزه. اللي هو بعد كده بقى انت بتبداي بني سويف، فيما بعد شغل صعيد. تمام. فالفتره الجايه يعني برضو فكرت فكره كويسه، يعني اللي هي ايه، لان جالنا شغل كتير، بس في نفس الوقت الظروف ما بتسمحش بالنسبه للعروسه ان هي تدفع التكلفه المضاعفه بالنسبه للمحافظات. فاللي يخليني مثلا ابعت حد من القاهره ويسافر يوم ويشتغل يوم ويرجع يوم، طب ما انا ممكن اضغط القصه دي كلها اخليها في يوم واحد. ازاي بقى؟ بدات في ناس يعني بتشتغل معايا، الناس دي مثلا محافظاتها من الصعيد نفسها بس عايشين في القاهره. فبدات اعلمهم الشغل نفسه. تمام. الناس دي المفروض انها تبدا تعلم ناس تانية، بحيث ان هي ممكن تبقى قاعده في قلب الصعيد. الصعيد اي عروسه حابه شغل، يعني بتحاول بقدر الامكان يكون في كل حته، في كل مكان ناس بتشتغل. بالظبط، بحيث ان انت عايزه عروسه في الصعيد، سوهاج، انا، نجع، يعني حماده، ايا كان، عايزه بكره ابعت لك حد، عايزه حد بعد بكره، مفيش اي مشكله بالنسبه لي، لان اللي هيجي لك هيجي لك من محافظتك، وهتبقى مواصلات ومواصلات داخليه. عدد فريق حضرتك اللي بيوضب الشقه بيكون قد ايه؟ هو الطبيعي بتاعه بيبقى من فردين لثلاثه، ممكن يزيد على حسب مساحه الشقه. وعلى حسب مساحه الشقه، يعني في عروسه مثلا انا عامل دلوقتي يعني في باكجين ماشيين بيهم، بحيث ان احنا بنقلل التكلفه بالنسبه لكل عروسه. بدل ما اقول لك مثلا الشقه كلها، لا انا ممكن اعمل لك اساسيات. في عندي حاجه اسمها نص فرش، نص فرش ده مثلا بيبقى نيش، بوفيه، مطبخ، دولاب كبير، دولاب صغير، كل حاجه وتكلفتها. ده كده نص فرش. ده بالنسبه لك احسن، بيجي لك مثلا من 2 ل 3. القصه دي كلها يومنا بيبدا مثلا كشغل من الساعه 9 والساعه 10، الساعه 3 4 بنكون مخلص شغل. حلو جدا. في 3 ارباع فرش يعتبر الشقه كلها، ما عدا المسح او فرش السجاد، ده مثلا نيش، بوفيه، مطبخ، دواليب، فرش سراير، تزيين سرير عروسه، تزيين باب، رص تسريحه، لغايه الباب بتزينوه كمان. ده الجديد بتاعه بقاله 3 4 اشهر. جميل. ممكن تلاقي له صور عند حضرتك.
بس فبرفع عنك التكلفة بدل ما اجيب حد وبيمسح. برضه في الفترة اللي فاتت ان بدأت ان انا في شركات تنظيف بدأت تتعامل معانا في عروسة، انا عايزة مثلا في عادات محافظات بتبقى الحاجة مثلا جاية النهاردة انا عايزة افرش بكرة، اصل الفرح بعد بكرة، ده كتير. اه طبعا، وخصوصا هو كمان عادة العادات والتقاليد بيفرشوا الفرش قبل الفرح بيوم، يعني الحاجة وفي ولو في بيوم وفي باسبوع احنا لا بس برضه في الظروف اللي احنا فيها دي النهارده معلش كان في اعراس كتير معلقه، موضوع الافراح على حسب القاعه لما تفتح انا هعمل الفرح بتاعي، فجاه القاعات فتحت، طب انا دلوقتي حاجتي في قلب الشقه، طب انا الكوافير حجز معايا، طب من شقتي ده هفرشها امتى، طب هجيب مين انا عشان اجيب مثلا حد من محافظه لمحافظه وخالتي وعمتي ودي معاها اولادها ودي مش هخلص في قد ايه، وايه الخسائر اللي هتتم بعد كده، مثلا طفل بيجري ماسك حاجه اكيد في تكسيرات في حاجات كتير طبعا بتحصل، فانت بيحصل. فهي الفكره ان انت بتريحي دماغك بقى، بعت لك حد انت قافله عليك، جبت بقى كتير جبت قليل، محدش بيشوف انت بتجيبي ايه، ما الباب مقفول وهم بيرتبوا مع نفسهم. وبخلاف ان هي شقتك دي تعتبر كانها هديه بتتفتح في الاسبوع بتاع الفرح اللي بيجي بيشوف لك حاجتك، انما انا هبقى قاعد مثلا والحاجه بتتفرش، طب ما انا خلاص شفت الحاجه خلاص ايه المفيد يعني. بس برضه هي مره من عادات وتقاليد المصريين اللي هي ايه يعني اتفرشت محدش يدخلها. محدش يدخل بالظبط هي النظام ده. فهو اغلب يعني برضه شغل بخلاف ان حاجتك انا ببينها لك بطريقه منظمه بطريقه منسقه وانجاز لك انت كمان يعني. يعني احنا مثلا في عروسه ممكن تكون على عروسه من القاهره هتتجوز في اسكندريه، طب انت المسافه مثلا من القاهره لاسكندريه انت بتتكلم في 4 ساعات، 4 ساعات طب الـ4 ساعات كتير دول جدا حاجه في العربيات، ولازم تخلص في نفس اليوم وترجع. طب انت مثلا هنقول مثلا جابت عربيه خدت 5 أو 6 أفراد، انت هتكلفي تكلفه العربيه كام؟ ولادك هتودوهم فين؟ في مصاريف كتير، في مصاريف كتير. لا انا مثلا انا جيت خلاص انا عارف ان انا شقتي ده هقفلها الساعه 4 الساعه 5 تمام. التواصل مع حضرتك ازاي يا وسيم؟ ايه التواصل مع حضرتك؟ التواصل بيبقى عن طريق الصفحه او عن طريق رقم التليفون او عن طريق الواتساب. هو ظاهر دلوقتي ارقام حضرتك حاليا على الشاشه برضو. هو ظاهر دلوقتي ارقام حضرتك للتواصل مع ابو اسيل، اللي عاوز يكون مع حضرتك واللي عاوز يتواصل. ما جالكش تليفون مره كده قال لك انا عايزك تيجي تفرش شقتي بس ايه الضمان اللي هي بنفس المنظر دوت هتعمله لي؟ هو الضمان اولا في حاجات كتير يعني بصرف النظر انت شفت شغلي انا يمكن حتى في الفيديوهات او في الصور بحط الكارت بتاعي، لان في ناس بتجيب ممكن تجيب صور من على النت تقول ده شغل وبتاع وهعمل لك نص التكلفه واحسن من فلان، لا انا بثبت ان ده شغلي دي حاجه. ويمكن اكبر ضمان كمان ان انا يمكن بصرف النظر عن اي حد كل الناس محترمه اللي شغالين في نفس المجال ما باخدش جنيه واحد غير بعد ما حاجتك بتتفرش. يعني الطبيعي بالنسبه للحجز حضرتك بتسجل رقم التليفون، عاجبك مثلا الشغل ولسه الفرح قدامه شهر 2 3 سنه بتسجل الرقم معاكي، وقبل ما بتودي حاجتك الشقه مثلا باسبوع بتكلميني ابو اسيل احنا هنودي الحاجه مثلا الجمعه الجايه. طب الجمعه الجايه بقى بسجل الاوردر عندي خلاص. طبعا احنا بنشكر حضرتك، كان نفسنا يكون في وقت زياده نتكلم مع حضرتك. ربنا يخليك، انا اللي شاكر لحضرتك وكل فريق العمل اللي موجود، وان شاء الله الساده المشاهدين يكونوا استفادوا من حضرتك وان شاء الله بالمبادره الشغل الجميل المبادره الجميله اللي حضرتك عملتها، يا ريت المشاهدين فعلا يتواصلوا مع حضرتك ويا رب اكون ضيف خفيف عليكم باذن الله. سبب فرحه كل بيت. تسلمي يا رب، ربنا يبارك لك يا رب وعقبال كل البنات يا رب ونفرح بيها يا رب. وبكده وصلنا لنهايه برنامج حلقتنا ومش نهايه برنامجنا، انتظرونا في حلقه جديده وسر جديد مع برنامج أسرار الحياة.